هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ نشكر الله. شو اليوم مفروض تكون مبسوط مني؟ من أي ناحية يعني؟ إنه عرفت أعمل شوبينج. أوكي. فكرت عملت شيء مصيبة بدك جابت لي إياه لحلها. خبرينا شو عملت اليوم؟ شو عملت شوبينج؟ جبت لك يعني عملت شوبينج لأشياء براسي، لأطباق براسي. أنت فكرت أنا رح أعمل مثل ما أنت هيك براسي. أوكي. خبرينا شو جبت اليوم؟ جبت لحمة مفرومة. أوكي. صدر الدجاج. خس، بندورة، خيار، فليفلة، بروكلي، فطر، بصل، بطاطا، زبدة. هو كله كده طبخات براسك؟ كيف؟ كيف ركبوا معك؟ ما بعرف. انت بدك تحلها. هو 12 طبخة لحالهم. بدك تشوف قد ايه في تبادل افكار بينه وبينك. طيب. هيك؟ شو عندنا؟ عندك كمان كريم فريش، حليب وشوكولا وفي غزل البنات. طيب يعني اوكي. طيب يلا. خلينا نبلش. لكن عندنا دجاج. عندنا لحمة. بس لغتب قدام شوي لأشوف بدعمه. أوكي. بصلة بس أنا حبيتك جبت لي بصلة مقشورة حتى. طبعاً. كثير منيح. مشروم ما عرفت تشتري مشروم ولا كانوا بالبراد عندك؟ كانوا بالبر. طيب. بندورة. توم، لحمة مفرومة ناعمة. صدر دجاج، خس. بروكولي. بروكولي. طيب. بصل أخضر. خلينا نبلش واحدة واحدة. يلا. هناخد البروكلي كمان هخلي لك يعني اشتريته بس هخلي لك غاد وما تنسى البيض شيف ما زعزني هون ما اجبرنا نستعمل كل بعدين بصير اسمه فجعني اعمل لي كل هو الاكل يعني نحن نحاول نعطي المشاهدين افكار لاكل ممكن ينعمل مثلا بالاشياء الموجوده بكل براد اكيد 100% هلا هناخد البروكلي بس كيفني معك عرفت مثلا لا نقل البروكلي في تحسن على مستوى على مستوى المشتريات عم تسمع شو بيقولوا النصائح اللي عم تعطيك اياهم